الوالديها والديهم شايطين مساكين على كيما هكا دير حل دير لهم حاجه يقلبهم بياج يقول لهم حي يديروا لهم شو هذا بزاف. هاد الشيء نهارها الاول تاع القرايه تاعها راحت تقرا الصباح نورمال حشي على 12 ولات جات للدار فتره توقع على الوحده ونص راحت تقرا كي راحت تقرا حنا درنا في رسانا راهي في الصيام وهي تقرا في الصيام تاع بلي حسن الهواري مع الليل مع العيشة هكا ولا صاي قطعنا الياس راحوا للامن الحضاري هنا الرابع تاع سانتوجان رانا نقارعوا برحمه الوالدين اللي شاف هاد الشيء يردها لمواليها راهم محروقين عليها راهم محروقين الدوله راهي تقولنا باللي كاين الامن كاين كلشي كاين الكاميرات هضروك حنبوك ما ترسي تطلقش ولادك يقروا ما تطلقش بناتك يقروا شاو هاد الناس كاع راهي خايفه راهم مركبين لهم الرعب جداتها مت بوها هاد الغولي انا من هالي جات راهي عندي ما تخرج ما تدخل سنا عندها بروميير اني في الصيام ما عندها حتى حاجه زعما كانت لي تعرفها تتمشى هكا كيما هاد الشيرات اللي تمشوا مع الشاشره ولا ما عندها والو وريا انا صغيره عندها 13 شا دير شا دير وشا يسالوني ما عندي حتى حاجه اللي عجبتهم فيا انا يا ولدي قليل ويتيم وعندها غير البنت في وسط 13 على يغبنوني كيما هكا يجيبوا لي بنتي يعطوها لي ويوروها لي مهما كان الظروف تاعها يجيبوا لي بنتي ويوروها لي ما ندير لهم والو راني مسامحتهم دنيا واخره بوها قليل نهار يخدم ونهار ما يخدمش امها راها مقيوسه برا من البارح الوحده ما دخلتش بنتي للدار من الوحده راه مشرعه راهي برا شي 14 لا ماكله لا شرب حي قابلتهم نسمحوا لهم غير يطلقونا الطفله تجينا باش ما كان العمر الا قعدت قدرتي لي حاجه عطوها الله يسمح ما عليش مهمه تموتش